انا اللي كاين غادي نقول لكم، انا ما فيها تصنع، ما فيها كذب، ما فيها حتى شي حاجه. تبارك الله، صلاه على النبي رسول الله. قالت لي دابا اختي، دابا هذا الظلمات، قولوا لي هذا الصالون هذا كيف جاكم؟ راه تجمع على العائله. راه عندي اسم نقول لها خليني نبان معاها وهي خلاتني. وتحيه لكم. تحيه لكم كامل. شوفوا لي هذه كتبان بحال الزربيه وهي غير لوسه. المهم داكشي مزيون وكيحمق. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا احلى متتبعين عندنا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده دائما، وما ينقصكم حتى شي خير ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد وكلشي جديد. ترجمان بابا غير. المهم حبايب ديالي كيف نتوما؟ مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اللي في بالو شي حاجة الله يأتي بها، الله ييسر لكم أموركم إن شاء الله. المهم اليوم هذا الفيديو هذا الصراحة بلا نوايا والله العظيم، جبرتوني جيت ندار خويا. جيت ندار خويا، مهناش إلا مي اللي غتقول لي دار خويا تا هي، مي باقي سمعت فيهم. المهم مريم مشي تشوف شكون. المهم كيما قلت لكم الحبايب ديالي، جيت ندار خويا. خويا اختي لازم نجلس ندار خويا، خلينا نسمو خويا. الله حليمي ياك. وبنتي عامله تقوى، اجي نقص التلفزيون. المهم الحبايب ديالي كيما قلت لكم، اليوم صراحه عرضنا خاي، غادي نتجمعوا حيت اختي جات من اسبانيا نتوما عارفين، وغادي نجمعوا كاملين اختي يعملوا الصور. اختي اللي في اسبانيا بحال طلعنا ماشي نعسكم حتى انا معروطه والله الا. المهم الحمد لله حنا خوت مع بعضيتنا، الواحد طوطال كيتجمع ويضحك، ولا ما تجمعناش ما كاينه حتى شي حاجه. شكون جا؟ المهم كيما قلت لكم الحبايب ديالي غادي نتجمعوا ونضحكوا شويه هنا كيما كتشوفوا في دار خويا. ان شاء الله قلت لهم المهم وقفت الفيديو حيت لمياء ديالنا جات، قلت لهم مهناش اللي لمياء غادي تقول لي دار خويا. فين حنا يا اختي؟ دار خويا. دار خويا اختي كيفاش مع راسي نجلس في دار خويا؟ قولوا لي هذا الصالون هذا كيف جاكم؟ انا بعدا انا دار خويا هادي صراحه ما شاء الله. هذا يا الصالون هذا كنطلع له واعر واعر، انا عمل معكم واحد الجوله اللي خفيفه وظريفه فيه صراحه، كنطلع له كيحمق. دخل عليهم هاد السكينه هادي بالصحه والسلامه، وكل ما كنتمنى ان شاء الله يا ربي الله يدخل عليهم كل رزيه، كل اللي في بالو شي حاجه الله ياتي بها يا ربي يا الحبيب. الله يعطينا. مالك كتضحك مالك؟ مالك كتضحك اختي؟ ضحك عبر مالك. الله يعطينا وجهك. المهم كيما قلت لكم الحبان ديالي دابا جبرتونا غادي ندخلو للكوزينه. كنت صراحه بدينا غادي ما نعدلو الشلاضه، وهي تقول لي مرات خاي صور صور صاحبتي شارك مع الفيديو مع المتتبعين ديالكم، واحد التحيه كبيره لكم اللي خطيكم علينا وانتم معايا. كيفاش غادي ندوزو هاد النيوار؟ وها حنا خوتي في دار خويا. فين حنايا مريم؟ دار خاي. المهم شوفوا هاد التبيطه هادي صراحه كانت حمقتني. المهم نعمل لكم واحد الجوله اللي غير خفيفه. واه حنايا في الصالون، شوفوا لي اخوتي على تحف، شوفوا لي هذا التويب هذا ما شاء الله طلع واعر واعر كيحمق. شوف المهم والكتيريات في الذهبي والزاز وداكشي. المهم الله يدخل عليهم الصحه والسلامه وكل ما كيتمنوا، واللي كيتمنى شي حاجه في خاطر اخوتي الله يسهل عليه يا ربي يا الحبيب. الله يعطيكم كل ما كتمنوا ان شاء الله، اللي ما عندهاش الدويريه ديالها الله يفرحها والله يسهل عليكم كاملين يا اغلى واعز متتبعين عندنا. المهم هذا هو بلافون اللي كنا عملناه. المهم انا عندي لمسه في هذه الدويريه هذه، الله يسهل على كل واحد ان شاء الله يا ربي. المهم هذه هي الجوله خفيفه وظريفه، تحيه لكم من القلب للي خطيكم يا اغلى واعز متابعين عندنا. شوفوا لي هذه كتبان بحال الزربيه وهي غير لوسه. المهم داكشي مزيون وكيحمق. ايوا انتم يا المتابعين ديالنا ما كرهتش، اش غادي نقول لكم؟ والله العظيم مسكينه ما تخلي عيانه شي شويه، وهاد الهوات وما عارفين اخوتي، دعيو بالشفاء واللي مريض الله يشافيه والله العظيم. الا كلشي عيان كلشي مريض بعد اختي اللي جات من اسبانيا، قسما بالله جوج دولادها مزدحه وهي اليوم صبحات بيدها مريضه ورجلها. سبحان الله هذا الهوا عرفتو كيلصق كيلصق، حاولوا ما امكن السلام. انا كنقول لكم الا عبد الرحمن ديالي. ايوا اللي عطا الله هو هذا ديالي. دابا جبرتونا غادي نعدلو واحد الشلاضه اللي خفيفه وظريفه. المهم هي غنعدلو في مطيشه وخيار فلفله
عندنا جريده دوليوبيه، عندنا بطاطا وبيضه مسلوقين، عندنا هنايا الخس. شو المعونه كيفاش المعونه مزيان والله العظيم، تعاونوا على الدوله. بقاو شي غير جالسين تجيو حد داري. طب طلع فيا دابا شوفوا، اذا عطيتكم مرات حالكم ماشي غير تجيو تاكلوا وتمشيو بحالكم، خصكم تجيبوا لي زعما في هذه. انا جيت بكري والله العظيم الا عرفتوا ماشي عايزين، واخا تجيو معطلين غير في الاخر ما تخلي والو موراك. ضروري والله العظيم. هنايا هذا الليتين هذا غادي قطعتو هذا باش غادي نزوق به افلاني ان شاء الله يا ربي. المهم خساره ما جيتش في الساعه دفلان باش نشاركوا معاكم. والله الا انا البنان ما غادي نقطعوشي، البنان ما غادي نقطعوشي حتى نوصل حتى نكونوا غادي نزينو باش ما غادي يكحلشي، واخا نقدر نعمل عليه الليمون وما غادي يكحلشي بالحق. خلي حتى نكونوا علاين غادي نفوقوه، ساهل البنان ماشي شي حاجه اللي صعيبه. صافي هنايا الحبيب ديالي، هنايا بينيا الواحد واحد التمر ما يرجعش عندك يا اختي. صافي ارى لي ديك بلاطو امينه. الله يا اختي الله يا اختي. شنو ايوا المهم جبرتيني تلقى الكاميرا اختي كتعيط معاكي. مالك اختي مالك اختي كتشوف فيا؟ شوفي مريم شكون. صافي هنا غادي نخاويو القلب ديال بينيا كامل. لاش بينيا ما نسيبوهاش يا خوتي، يعني ما نسيبوهاش باش نعمروها مع فلوطه وردوها فيها ونكملوا التزيين ديالنا ان شاء الله يا ربي. بالشلاله دابا هنايا غادي نعدلو مايونيز. هنايا عملنا جوج دبيطات مكمولين، وعملنا واحد القطيره د الخل وقبيسه د الملاح والزيت على حساب. شوف هنايا اهم حاجه يدك ما تحركوشي، ما تحركش يدك ياك باش كطلع مايونيز. شوف كيما نزلتو يدكم كيما كانت غادي تصدق معكم مايونيز، شنو غير ما تحركوشي هاد الخبط هذا باش تصدق معكم. يلا كمل صراحه هاد لاجات غزاله. شوفوا شوف اخوتي كيف كتجي كتحمق حق الله، بلا ما تمشي تشريها ب 30 درهم ب 15 درهم، ولكن هذيك صغيره. شوفوا اهم حاجه لاحظت فيه مشاو مشلوطه فيا السر باش تنجح لك مايونيزا، غير ملي تعمل بيضات وقف يدك تضرب تطحن، انت كتطحن ما تحركش غير يدك وغادي تصدق معكم. يا سلام يا سلام. سمعتك اش كتقول. صافي هنايا دابا صافي جبتونا غادي نخلطو. هنايا عندنا بطاطا، عندنا الثوم، مايونيزا، الزيتون. صافي غادي نخلط. هنايا عندي الكروم، بالنسبه للكروم عندنا هنايا شويه زبيب والقرقه والبنان، ومن الاحسن تخلطوها بدانون د زواني ولا دانون د لينكاس. عرفتوا كيفاش كتجي كتحمق. هنايا عندنا شويه د الربيع وشويه د التامو وشويه د الزيت بلديه وشويه د الخل فقط بلا حتى شي حاجه. صافي غادي نعدو شويه هكذا شويه هكذا ونخلطوه. هنايا فهاد الشلاضه هادي غادي نعدلو دانون. المهم شنو ما عندكم، هذا دانون طبيعي بالسكر، تقدروا تعدلو دفاني تقدروا تعدلو دلينكاس كيجي كيحمق. وهنايا عاو كذلك نخلطوها بدانون. هادي هنايا عندنا فلوطه اللي غنعمرو بها بينياس ديالنا. صافي هنايا عندنا جيدة اللوبيه الفلفل وماتيشا والخيار وماتيشا. هنايا هاد الفلفل وماتيشا غادي نزيد معاهم البصله. صافي نقول لكم شنو قالوا لي اختي نقول لكم شنو قالوا لي. قالت لي دابا اختي دابا هذا الظلم ظلمات. قالت لي كيفاش زعما شي عدل شلاضه دابا نتينا جالسه كتكذب. سمع كنفضحك اختي شنو قلتي لي. قالت لي دابا نتينا شي عدل شلاضه شي زعما دابا بحال انا كنفوع عليكم. انا والله ما كنفوع عليكم اخوتي، انا اللي كاين غادي نقول لكم، انا ما فيا تصنع ما فيا كذب ما فيا حتى شي حاجه. انا اللي كاين اليوم فرقع الرمانه اليوم شكون. المهم ناس كون عيط لنا ومشات. المهم قال لك اسيدي شي عدل شلاضه شي نوضي خلطه وتشوفوا ملي كنقطع اخوتي. قلت لي ما عنده شهاد كذب زعما الصراحه انا غير عاوني شي كذب كلشي. شوفوا والله العظيم الا معاوني كل واحد شني يعدل. اول حاجه عندي هنايا فروطه اللي عملت فيها البينيا البنان التفاح القرقع والزبيب كتجي كتحمق ومخلطه وبدانو. غادي نعمرها في البينيا ديالي اللي خويتها. كلشي ساهل كلشي ماهل.
دابا نتوما عارفين الشهاده. بالحق تحيه كبيره للمتابعين ديالي اللي كيقولوا لنا في تمزوره شنو ما عدلتي شارك معنا وتحضر معنا. باقي تفصيل اخر. باقي تفصيل اخر. باقي تفصيل اخر. المهم دابا هذا هو الاساس ياك. ماشي مشكل صافي. ضروري الطاسه نفزقوها ونتكيو عليها. بسم الله. صافي هنايا الحبايب ديالي كيما شفتو ما بغيتش نطول عليكم بزاف. هنايا عدلت كل حاجه من جوج. صافي هنايا كملنا الدريساج ديالنا. المهم داكشي بسيط ديال ولاد الشعب اخوتي. حنا ولاد الشعب داكشي عادي وبسيط وصافي. نجمعوا عليه هنايا عدلنا بس الكتاكيت تبارك الله العيال ضروري باش بلا ما باقي خصنا في الوسط غادي نزيد لهم. شوف باش بلا ما يبقاو يضحكوا معنا انتما عارفين العيال ضروري خصنا نجمعهم بوحديتهم والكبارين بوحديتهم باش ما كتوقعش ديك جلط فيا جلط فيه. هادشي اللي كاين. المهم انتما المهم الحبان ديالي حتى هنا وغادي نقول لكم وصلنا لتنيتيو الاخرين وخا صراحه ما جبرتش شي حاجه باش نزول الوقت. المهم اللي عطا الله هو هذا الشلاضه ديال ولاد الشام اخوتي البيضاء. ها هي قسمناها زوقناها صافي غادي نشوفوا فين غادي نمشيوها. اجي اختي الاميه اجي كله صافي غادي نديك الشيء هكذا مزوق. هذه اخوتي ضرب فيها الزنزان ما عندنا ما نعملو كيفاش غادي نزوقها ما نقدرش نزوقها غادي نقسمها غير هيدا حيتاش تفرقعت اختي جهدت البوطه كامله. شوفوا المهم هي ديالي خصها تبان معايا مع عمتها في اليوتيوب. شي تحيه للمتابعين ديالنا اختي. السلام عليكم الخوات كيفكم لاباس؟ هي عاد حتى تبان معايا. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما كتشوفوا الغد اليوم خوات جينا لدار دمرات عمي خاتو هي جارتات علينا قالتنا اجينا ياكل نتعشوا معاها وعجبنا على العائله. عاد جيت نقول خليني نبان معاها وهي خلاتني. وتحيه لكم. تحيه لكم كاملين اللي كيبقي عمتو عمو يا ويا دابا نقول لهم يا ويا عرفتهم دائما كتقول لي خصني نبان معاك عمتو خصني نبان معاك. ما شاء الله تويا العيال تجمعوا فينا. عرفتهم دائما كتقول لي عمتو نبان نقول لها عمتو واخا شي نهار شي نهار تبان. المهم الحبايب ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالنا ياك اختي. شلاضه بسيطه وصافي اخوتي هادشي اللي كاين. المهم الواحد هو كيتجمع مع بعضيته وصافي هادشي اللي كاين. هنا وجدنا السوينيه ديالنا وصافي خليكم معنا. دابا هنايا غير غادي ندي البلا ديالي. تبارك الله تقيل تبارك الله صلاه على النبي رسول الله. بسم الله صافي دابا شاعلين من غير بسم الله. شي زعما كيزرفو حيتاش قبايلاتي طابو. بسم الله ترسي شويه اختي. علاش صغر شي شويه ما كبار. بسم الله ما شاء الله. هذا غادي ننزلوه هنا الكتاكيت الصغارين وهادو تبارك الله ما شاء الله غادي ننزلوهم لينا. اجي من هنايا اختي الثوم. بسم الله يا سلام. بسم الله. وهادو ممرقات بنتي معاكم جدد مره تليت غير مع الشلاضه اخوتي والله العظيم. بسم الله هادو مال الكبيدات الكبيدات. بسم الله هنايا عندنا اللوز مع لويزا. لويزا مرحبا. بسم الله على بركه الله بصحتنا وبصحتكم اللي عليه خطيكم يا اغلى متتبعين وديما ديما يا وياو.